Thank you very much for all of you. I really cannot express my gratitude. بالمناسبة صحيح، مدام ماري منصور عزمك أنت وأمال تيجوا تسمعوني في الكازينو وتتعشوا معها. مع احترامي للعرف اللي بيخلي أقدم العمدة هو المرشح الأول والوحيد للاختيار، إلا إني برجو إجراء انتخابات حقيقية. قول يا مولانا، أنا من المرة اللي فاتت وأنا عايز أسأل، الفيلا دي بتاعت مين؟ بتاعتك دي أبو يوسف؟ إيه رأيك؟ رأيي؟ هي محتاجة رأي. دي عز العز يا مولانا. لا، الخير معانا كتير قوي الحمد لله، وطول ما أنت معانا هتشوف اللي عمرك ما شفته. يا مسهل يا رب، شكلي كده هستنى كتير قوي. ما تفكوا السرة بقى. وخير الله زكريا بيه، وخير الله. مش مصدق، محمد مبروك، ده كان لسه معانا يا زكريا، كان لسه معانا. معلش شد حيلك. شد على الله. لازم ناخد بطاره يا باشا، لازم نجيب حقه. انتوا وصلتوا لحاجة؟ عرفتوا حاجة؟ دعواتك إن شاء الله. يعني الظاهر انها عاده في موضوع طلبه كليه الطب ودكاتره الطب ان هم يسيبوا الطب عشان التمثيل، ده اللي حصل بالظبط مع نجمنا النهارده. عمل ادوار متنوعه ويعتبر واحد من اصغر مديرين المسرح القومي. مثل ادواره كادوار بطوله رغم ان عمره ما اهتم ان هو عاوز دور البطوله، لكنها كانت بتجيله. وكان شايف التمثيل حرفنه مش حرفه، واحساس قبل ما يكون قدره على الاداء. ورغم قلة أعماله نسبياً إلا أن احنا مش ممكن ننسى أبداً دوره فريد الأطرش أو الخديوي عباس حلمي أو شخصية العالم الكبير الراحل الدكتور مصطفى مشرفة. شخصيات يعني كتيرة جداً ليها حكايات وليها روايات هنعرفها النهاردة من ضيفنا ونجمنا اللي منور برنامجنا ستات معرفوش يكذبوا، الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف. ومساء الورد عليك، منور وعودته حميدة. مساء الفل عليك، سعيد جداً أن أنا معاكم النهاردة وبشكركم على المقدمة الجميلة دي. تستاهلها والله وأكتر منها كمان. انت دايما مبدع ودايما متألق يا أحمد حقيقي، بس يعني أنا شايفة كده حسب ما أنا وزنت شغلك اللي هو إيه، قلل أعمال زود تأثير. طبعا طبعا، ده احلى مش حاجه. انت مهتم بالعدد وبالكم، انت مهتم قوي دايما بالكيف وبتنوع الشديد اللي انت عملته. هو الكواليتي، يعني فكره الممثل اجمل حاجه انه كل مره يتصدق، واجمل حاجه انه كل مره يختلف. يعني ما يكررش نفسه وما يبقاش على طول بس يعني زي ما بيقولوا موجود للتواجد فقط، ولكن هو يسيب بصمه، ودي حاجه جميله جدا، وهي اكتر حاجه بتمتع الممثل وبتمتع الجمهور قبل اي حاجه يعني. صحيح. طب هي ايه المواصفات اللي ممكن تخلي احمد شاكر عبد اللطيف يقبل الدور، ولو ما لقاهاش موجوده فيه لا يقول لك اقعد في البيت احسن؟ يعني هو انت عملتها كتير شكرا. عملتها باحتراف. لا، هو فكره ان الدور دايما يبقى فيه جديد، ان الممثل يتشاف بشكل جديد. يعني هو تاريخ التمثيل قايم على النمط ان كل واحد بيعمل لون ينجح فيه يفضل ماسك فيه وخلاص، وهو ده الاسهل تسويقيا. بس الاجمل اللي يمتع الممثل اكتر انه كل مره يكتشف نفسه بشكل جديد، ان مخرج او منتج يشوف فيه حاجه جديده ويقدمه بشكل جديد، انه كمان الجمهور يتفاجئ ما يبقاش عارف هو يعمل ايه. ولما يسيب بصمه كل مره دي حاجه طبعا جميله جدا. ده انت حققته بالفعل، يعني ادوار حتى الشخصيات اللي احنا نعرفها زي فريد الأطرش، وزي حتى الاختيار دور الشرير، يعني حقيقي بنحييك. الله يخليك. انت في رجل هذا الزمان اخذت دور بطوله وكان دور عظيم جدا وحلو جدا ومؤثر جدا جدا. في ناس توصل عند منطقه دور البطوله تقول لك مش هرجع خطوه لورا، طالما وصلت بطوله يبقى لازم اكمل نمره واحد. بس انت عندك مرونه جميله جدا وغريبه جدا على اولاد جيلك. هو انت كان متصالح مع نفسك، يعني جايه منين؟ جايه من ان الباك جراوند بتاع الواحد كان فيه شويه، يعني طبعا خريج معهد سينما قسم اخراج، ففاهم يعني ايه سينما الحمد لله. ما ببصلهاش من زاويه الممثل قد ما ببصلها من زاويه الصناعه. النقطه الثانيه، انا درست شويه في هوليوود فيلم انستيتوت في لوس انجلوس، فده بيساعد الممثل انه يشوف طريقه التمثيل في السينما العالميه، فبتبص تلاقي ممكن نجم كبير جدا بيجي يعمل دور حجمه مش كبير ولكن بيسيب بصمه مهمه جدا. والفكر ده بقى موجود دلوقتي خصوصا في جيل الشباب كمان الاصغر مننا، ودي حاجه كويسه جدا ان ما حدش بيقيس الدور دلوقتي بالمزوره، ولكن بيدور دايما هل الدور ده هيسيب بصمه ولا لا. فالفكره انه الممثل الناس لما تشوف في الشارع تقول له اسم الشخصيه، هو ده النجاح بمنتهى البساطه. انما لو الواحد بيعمل حاجات كتير وموجود بشكل مكثف ولكن في الاخر الادوار بتعدي عادي او ما بيفاجئش الناس بشكل جديد، الناس هتزهق منه يعني. طب مبدئيا كده، هو ايه اكتر شخصيه لما بتمشي في الشارع الناس تقعد تندهلك بيها وده بيفرحك؟ هو حصل معايا كذا مره.
يعني من أول البدايات في المال والبنون خالص. الضابط ابن الصول شرابي، عايز أقول لك أنا قابلت ناس كتير جدا ضباط شرطة تحديدا في المرور وفي غير المرور، يقول إحنا دخلنا الكلية عشان الله. المال والبنون الضابط الجميل الصغير ده، إحنا حبينا نبقى زيه في سن صغير. فقد إيه الأثر حلو قوي. فبفرح مثلا جيت بعد كده عملت مثلا أم كلثوم، القاضي الناصري، وجدي هيكل، الناس بقى يبصوا كده لا ده أنت بتعمل أدوار الأرستقراطيين بقى خلاص خليك في رحت بقى إيه، حبيت أتمرد. فجت فرصة فريد الأطرش في أسمهان برضو، ده من الأدوار اللي علقت مع الناس شوية حلوين قوي. دكتور مصطفى مشرفة عالم الذرة برضو كان حاجة مهمة جدا للمكتبة العربية، شخصية بثقة لمصطفى مشرفة. فالحقيقة وطبعا الاختيار آخر حاجة. فكل دور الواحد بيعمله بيبقى فرحان لما الناس بتصدقه، دي أحلى حاجة. بتمسك ازاي مفاتيح الشخصية؟ يعني هل ليك طريقة واسلوب معين او مخزون معين من الشخصيات اللي انت جمعتها يمكن على مدار حياتك فبتستدعيها وقت اللزوم؟ بتعمل ده ازاي؟ هي الفكرة ان انا ببدأ بان انا بحاول الخص الشخصية او منطقها في جملة واحدة. يعني كل واحد ممكن نوصفه بجملة واحدة. اللي هو التلخيص الشديد جدا ده بيقرب الممثل انه يعرف يخش للشخصيه ازاي. زائد بقى لو في فرصه الواحد يقرا عنه لو هو مثلا شخصيه معروفه، وانه يحاول يحط نفسه مكانه. يعني الفكره مش ان انا امثل الشخصيه، الفكره ان انا اتقمص، يعني becoming not acting. فهي قايمه على مجهود جامد جدا ان الواحد ازاي يخرج من نفسه ويخش للشخصيه اللي قصاده. فلازم يبقى دارس ابعادها النفسيه، الشكل بتاعه، البادي لانجويج، طريقه كلامه، المزاج العام. حتى لو هو مثلا شخصيه بعيده عنه، يعني ممكن مثلا عملت شخصيه خاين او بتعمل شخصيه حد شرير، لازم الممثل يعتنق منطق الشخصيه ويحبها حتى لو كان ضد قناعاته الشخصيه. فهو مجهود الواحد بيبذله قد ايه، المجهود ده ممتع، لان في الاخر النتيجه لما الواحد بيتفرج ويحس انه يا قد ايه ده بعيد عني شكلا ومضمونا، بيحس بحجم المجهود اللي بذله عشان يوصل للشخصيه. حس بمتعه. طيب انا هرجع بقى شويه للمقدمه اللي كنت بتكلم عنها فيها، وما كانتش ناس كتيره تعرف ان حضرتك كنت دارس او بتدرس في كليه الطب، واحده من كليات القمه. ورغم ان الوالد المخرج الكبير شاكر عبد اللطيف يعني في المجال الفني، لكن دخولك الطب رغم ان جواك وفي دماغك التمثيل برضو شيء غريب. وده كمان عرفته معلومه كده ان هو فوجئ بيك، ما كانش يعرف انك سبت الطب ودخلت التمثيل. مظبوط مظبوط. ايه اللي حصل؟ هو التمثيل كان جواه هوايه، لان انا اتولدت ابن لاحد يعني قمم المسرح المصري واحد اهم المنتجين اللي اكتشفوا نجوم كبار. يعني اذكر منهم على سبيل طبعا المثال الدكتور العظيم الدكتور يحيى الفخراني. طب هو كمان على فكره دكتور يحيى برده كان دارس طب. دارس طب مظبوط. ودكتور بيتر ميمي المخرج بتاع الاختيار دارس طب. رازي ابو عوف، اسماء وقامات كتيره. عايز اقول فعلا ان يعني قد ايه، يعني ده بيبين قد ايه الشخصيه مثلا بتبقى شغوفه بالحاجه اللي هي بتحبها. انا كنت الفن بالنسبه لي وقت ما كنت في المدرسه الالماني كنت بعمل مسرحيات، ويعني اكتف جدا لدرجه مدرسين كانوا على طول ينصحوني يقولي بص انت ما تفكرش، انت على طول يا ممثل يا مغني، يعني ما تتعبش نفسك. فبرغم اني كنت شاطر، فطبيعي بقى لما بيبقى حد شاطر يبقى عايز يخش طب او هندسه. فقدمت في المانيا في جامعه واتقبلت. وكان بقى ايه ده في اول الصيف، وفضل وقت كتير جدا عشان يبدا بقى الوينتر سيمستر. فرجعت مصر وحبيت من يعني من ورا بابا كده كانت بتغزلني فكره الفن والتمثيل، ورحت رايح مقدم في معهد سينما قسم اخراج. فبابا عرف فراح مكلم العميد الرائع الدكتور شوقي محمد علي الله يرحمه، كان من اجمل العمداء اللي عدوا على معهد السينما. فاول ما كلمه فدكتور شوقي قال له طبعا لا ما توصينيش، ده احمد ده ابني. انا قلت هيكلمني وصيه. ده العادي الراجل توقع كده. بص لا بيقول له لا انا عايزك تحاول تبذل اقصى مجهود انه ما يخشش معهد. قال له معقوله ليه كده؟ قال له من ورايا راح اقدم وانا شايف ان عنده جامعه كويسه في المانيا وخليه يكمل بقى، وانا يعني المهنه بقت متعبه واحنا يعني قطعنا فيها شوط طويل، خلينا نبعد ولادنا عن التعب اللي احنا ايه. طلعت النتيجه الثاني او الثالث على عدد رهيب جدا من غير اي واسطه. قال له بص بقى انا حاولت اسقطه ما عرفتش، فيعني معلش اعذرني. فقوي يعني حاربت بقى ان انا اخش المجال واقنع الوالد واقول له يعني طب اديني فرصه. فهو الحقيقه قال لي حاجه جميله جدا، قال لي لو انا من جوايا مش حاسس ان انت عندك الموهبه وانا كنت ملاحظها وما كنتش بناقشك فيها عشان كنت عايز ابعدك عن هذا المجال لصعوبته، بس انا ما كنتش حاسس ان انت عندك الموهبه كنت حقيقي بعتك، انما فعلا انت
عندك السنس ده وربنا يوفقك، وانا مش هحاربك اكتر من وراك كده في اللي انت اخترته. وحقيقه كان يعني رؤيه جميله جدا منه. ما ندمتش ولا لحظه خالص بالعكس، يعني ما جالكش اي لحظه كده ولا ثانيه. قعدت فتره ما جالكش شويه ادوار مثلا او حصل حاجه؟ ده العادي. طب انا يا ريتني كملت مثلا في الطب، او كنت خدت ده جنب ده. شوفي انا لما برجع لمشوار الكبار زي الراحل فريد شوقي رحمه الله عليه، طلع في التلفزيون مره قال احنا جات علينا اوقات كنا بنقعد في البيت بالثمن والعشر سنين بس عمرنا ما ندمنا ان احنا نشتغل فنانين. نفس القصه، الممثل ده بيعمل حاجه مهنته الناس كلها بتقيمها. يعني مين هيلاقي مهنه الناس كلها تحس بيها وتقيمها حتى اللي بيقابلك في الشارع؟ لا وانت حضرتك استشهدت بقى بالملك فريد شوقي الف رحمه. الملك ده اللي هو يعني احنا عايزين نرجع بقى كبير الشغلانه. طبعا لا ده من الاساتذه من العلامات والايقونات، وعايزين نرجع نكمل كلامنا معاك وحوارنا الفني الممتع ده، بس هنطلع لفاصل سريع نرجع من بعده نكمل الحوار. خليكم معانا في الستات ما يعرفوش يكذبوا. ولسه مع حضراتكم في الستات ما يعرفوش يكذبوا. ده كان نقاش بيني وبين ايمان، بتقولي انت مقتنعه؟ قلت لها طبعا طبعا مقتنعه. ومنورنا في فقرتنا الفنيه النجم احمد شاكر عبد اللطيف، ومره ثانيه مساء الورد. مساء الفل عليكم. انت مرتبط؟ لا اهو لسه عاقل. ما خدت بالي ان مفيش دبل لسه عاقل، فقلت امن لان في رجاله بقى تقوم عامله ايه مخبيه الدبل قبل الاستوديو بقى وتحطه في جيبها وهو داخل وهو خارج عموما من البيت، وبعد كده تضيع منه وتبقى مشكله. هي بقت موضه دلوقتي محدش بيلبس دبل. انما انت مش مرتبط لسه عاقل الحمد لله. لا لسه مفيش كلام من ده. بس اكيد انه في يعني فنزات اشهر عازب اشهر عازب. انت مأجل الموضوع ولا انت مالكش؟ والله لا لا، هي الفكره جت ازاي؟ الاول انا كنت ضد الفكره. ليه بقى؟ عايز ابقى ممثل بقى، عايز ادي كل وقتي للتمثيل. ففوتت الثلاثينات بقى ودخلت في الاربعينات. على ما ابتديت بقى الدنيا تبقى حلوه يلا اتس تايم، اكتشفت انه النتوركس بتاعت الواحد او شبكات التواصل مختلفه كلها، يا اما فن يا اما رياضه يا اما نادي. ف بيبقى الواحد عايز ايه الخطفه دي او الكليك، لان يعني ما بينفعش معاه الصالونات خالص. لا حاولت على فكره حاولت وعلبه البونبوني تيجي ونروح نقعد كده. على اغرب موقف حصل معاك في موضوع الصالونات ده كوميد. اغرب موقف لسه قريب على فكره. حاجه تموت من الضحك يعني، من غير بس من غير اسماء يعني. لا من غير اسماء طبعا. انا كنت ضد الفكره تماما، وبعدين قالوا لي بقى يا اصحابي، انت عارفه بقى اصحابي العاقلين الكبار متجوزين ومتدبسين بقى والكرش والعيال ومفيش شعر، عايز يكعبلك برضو في الحكايه، مع ان انت لو ضغطت عليه شويه يقعد يقول لك ده انت ملك اوعى تعمل كده. بس المهم ايه، بيقولوا لا احنا هنرشح لك. فالمهم الواحد بقى يستسلم للموضوع، ابتدى بقى يشوف حته الصالونات كوميديا بقى. اخر مره داخل بقى برضو علبه الشوكولاته وقاعد في الصالون، عريس قاعد في الصالون فنان. فكره نفس علبه الشوكولاته انت تاخدها وانت ماشي لو مش هتكمل. لا باكل منها. وبعدين كان الناس جمال جدا والدنيا لطيفه. دخل بقى ولد صغير من العيله كده، غالبا ابن اخت البنوته يعني. فاول ما شافني كده الظابط الخاين، انت هتتجوز الظابط الخاين قلبي. انا بصيص له كده قلت له حتى انت عبد الرحمن. طب بص، هو بوظ الجوازه مش انت، انت مالكش ذنب، الولد الصغير بوظ الجوازه. على فكره احنا معانا دلوقتي يعني مفاجاه حلوه، واسمحوا لي ان انا ايه هعمل معاكسه كده بريئه محموده على الهوا، لان انا شخصيا وانا صغيره شويه كان من يعني كان فتى احلامي زي نص او ثلاث ارباع جيلي لما شافوه في مسرحيه سك على بناتك، فنان الجميل محسن محي الدين. واهلا وسهلا بيك، واسمح لي يعني دين العذر ان انا ايه عكستك. الو، دي احلى مفاجاه. فنان الجميل محسن محي الدين معانا، اوعى اكون احرجتك. الو الو الو، هو لا ارجوكوا لازم تكلموني تاني عشان انا بحبه جدا، كلنا بنحبه جدا على فكره. طب ده نجم المكلمة. نجم جيل يعني. انا عايز اقول هو كان بيمثل قبلنا كده أربعة خمسة في مصر كلها. كان استاذ محسن وائل نور الله يرحمه، استاذ شريف منير، عبد الله محمود. ده الجيل اللي احنا حبينا التمثيل من خلال الشباب اللي سابقنا. جميل من جوه ومن بره، خلوق، انسان في منتهى الجمال والرقي. ونقول الو. انا مين اللي حاسدني على المكالمه؟ في حد حاسدني على المكالمه دي؟ الو الو، معلش هنحاول تالت تالته تابته ان شاء الله. طيب انا عايزه اسالك على حاجه. اي حد في حياته سواء بيشتغل يعني عموما الشغلانات اللي هي بتطلع على الشاشه، سواء بقى بيغني بيمثل في الاعلام في اي حد،
اكيد بيبقى عنده رول موديل كده في حياته. طبعا. مين الرول موديل في حياتك؟ لو قلنا مصر يعني أوه. انا طبعا في السينما العالميه بحب جدا توم هانكس، شايف انه يعني ممثل طبعًا. استثنائي طبعا. يو جات ميل بقى وبيج بقى وفورست جامب، والحقيقه يعني هو بيمثل دايما والجانب الانساني بتحس انه حاضر في كل ادواره، ده مهم جدا. ودي كانت نصيحه النجم نور الشريف الله يرحمه، قلت له ايه اكتر حاجه الفنان محتاج ان هو يوصلها؟ قال لي الانسانيه، تلعب دايما على الانسانيه. اكتر بقى حد يمكن اتاثرت بيه بحكم الجيره الفنان الكبير محمود عبد العزيز رحمه الله عليه. الله. احنا جيران في نفس البيت لمده 25 سنه، بعتبره ساحر. اب تاني ليا. فالحقيقه يعني برضو خدت منه مفاتيح رائعه في فن التمثيل. وقبل اي حد طبعا بابايا ربنا يديله الصحه، المخرج الكبير شاكر عبد اللطيف. يعني هو مدرسه نجوم يعني الحقيقه. وكان ليه نصايح الحقيقه بتاثر الطريق على اي ممثل. انا كنت محظوظ ان ممثل يطلع ويكون في حد بثقه لشاكر عبد اللطيف بينصحه. فيمكن الواحد سمع كتير جدا من الجيل اللي قبله، وده خلى خطواته فعلا تبقى دايما محسوبه. احمد انا ايمان عايز الحق اقول الو لحصل خط يقطع. الو نجم الجميل والفنان القدير الخلوق محسن محي الدين، منور الدنيا في ستات ما عرفوش يكذبوا. واعذرني انا كنت بعكسك على الهواء قبل ما ناخد المكالمه. نعم. اعذرني ان انا كنت بعكسك معاكسه محموده طيبه قبل ما ناخد المكالمه على الهواء. يا ده انا لسه عكسي. الله يخليك. ربنا يخليك يا رب. منور الدنيا. ايه المفاجاه الحلوه دي يا استاذ؟ اهلا اهلا اهلا. ازيك يا احمد؟ ازيك يا حبيبي؟ منور الدنيا واحلى مداخله بجد ان انت معانا النهارده. ربنا يبارك لك يا حبيبي، ده فنان جميل قوي يا احمد. الله يسعدك، متعلم منك والله. لا استغفر الله يا حبيبي، ما شاء الله عليك انت، يعني خطواتك من زمان حلوه زي الفل، ربنا يبارك لك. الله يخليك. كل سنه طيبين جميعا. وانت بألف صحة وسلامة. وكنت عايز اسألكوا الخط اللي انا كنت فيه اللي بايظ ده، ما دفعتوش الفاتورة؟ لا لا على فكرة دافعينها، على فكرة دافعينها يا انتاج، مش كده، لو ما دفعتوش ادفعوا بسرعة. عشان كانت بتقطع على طول. خط كارت لازم بقى. مش عايزين ناخد من وقتك كتير، ومقدرين جدا يعني مداخلتك معانا في التليفون، وعايزين نتكلم مع حضرتك عن دوركم في مسلسل ملف سري اللي ان شاء الله هنشوفه في رمضان. ان شاء الله هو ال انا ما بحبش اقول على ادوار بصراحه، انا احب اخليها كده مفاجاه، بس هقول نبذات صغيره كده. ايوه. هو طبعا الفتره دي فتره اللي هي بتاعت 13 اللي هي فيها الفوضى وفيها رجال الاعمال كانوا بيتصرفوا تصرفات مش مظبوطه وكده. فاحنا بنشوف الشخصيه بتاعتي اللي هي رجال اعمال، بس انا عامل زي دور حربايه كده، يعني واحد زي الحربايه زي اللي كان بيحصل في الفتره دي. فان شاء الله هيعجبكم بامر الله. يعني بنفتح ملف الفساد اللي موجود في كان في الفتره دي. طيب حضرتك يعني بتقدم الدور ده، هل شايف رغم مشوارك الفني الجميل الثري جدا جدا ان الدور ده فيه جديد بالنسبه لك انت حتى على المستوى الفني والانساني؟ اكيد طبعا. تلاقي انا لقيت طبعا نقل عام، كان له شكل واداء معين. المسلسل اللي هو ملف السري ده شخصيه مختلفه تماما 360 درجه. تمام. انا عايز اساله سؤال بقى. معاك بقى الاستاذ احمد شاكر عبد اللطيف هياخد مننا ميكروفون. سؤال صغير يا استاذ بعد اذنك، يعني انتوا سبقتونا ولازم بقى نستفيد منكم، ما ينفعش كده. الله يخليك. ايه سر احتفاظك بشبابك ما شاء الله عليك؟ اقول لك حاجه، ما الشباب ده طبعا هو بيقول لك شباب القلب، والقلب ده لما بيشغي ما بيبقاش شاب، يعني لما طول ما هو عمال يبص للاخرين ويبص هو يشيل الهم، القلب السليم يا استاذ محسن ويقعد يحسبها والكلام ده كله. صحيح. يا فندم القلب السليم. القلب السليم بالظبط كده، اللي هو لا ما بقاش لا في مال ولا بنون ولا مين طلع ولا مين نزل ولا مين اعلى اجر ولا مين اقل اجر ولا مشاعر سلبيه ولا حد سبقني ولا حد عملني. هو ده لما تبقى انت مبسوط وسعيد بقضاء الله سبحانه وتعالى، نعم بالله، بالوضع اللي هو حطك فيه، هو ده الوضع المناسب اللي بينتحنك فيه، تتصالح مع نفسك. صحيح. احلى نصيحه. صحيح. من اجمل فنان واجمل نجم استاذ محسن وحي الدين، يعني كلنا هنستفيد بيها وبنحاول نطبقها. طبعا. وبشكرك على مداخلتك، وكل التوفيق يا رب والنجاح اللي واثقين باذن الله يكون معانا في ملف سري. اشكرك استاذ محسن. شكرا ليك.
طيب انا هرجع تاني، كنت وقفت عند المدرسه الاولى. اقول حاجه بس، الاستاذ محسن الحقيقه انسان ما شفتش فعلا في نقاء وبساطه هذا البني ادم، وجاله فترات كان هو يمكن نمره واحد في مصر وبعد ورجع، وكم التواضع والبساطه وتعامله مع زملائه. الحقيقه انا بحييكم ان انتم بتلقوا الضوء على شغل راجل انا شخصيا يعني بعتز بيه وبصداقته جدا. طبعا طبعا. انت كنا وقفنا عند منطقه انه الايقونه شاكر عبد اللطيف كان بيقدم لك نصايح، هتختم بنصيحه لجيلك وللاجيال الجديده من اللي كان والدك بينصحها لك. ان تكون اصيل، انك تكون حقيقي. الفن في طيارات وفي اتجاهات وفي ترندات وفي حاجات كتير جدا ممكن تزغلل عين الناس، وسهل جدا مع الانستجرام والفيسبوك والسوشيال ميديا والتيك توك ان انت في يوم فجاه تصحى تلاقي مصر كلها عارفاك. بس عشان تستمر كممثل لازم تشتغل على نفسك جامد جدا، وده احنا اتعلمناه من الجيل اللي قبلنا اللي كانوا بيقعدوا نجوم بال40 وب50 سنه سوبر ستارز. فالفكره دايما الواحد دايما يكون اصيل حتى رغم الزحمه، ورغم ان كل الناس دلوقتي بقت عايزه تمثل، كل الشباب الصغير دلوقتي بيحاول يشتغل على اللوك. بس اهم حاجه المضمون او ان انت تشحن نفسك داخليا، انك تتفرج، انك تقرا، انك تثقف، تتعلم، تعلم نفسك، ان انت تشحن نفسك انسانيا. واهم شيء ان انت تبقى مهموم بقضايا وطنك عشان الناس ما تحسش انك غريب عليهم. واللي انت قلت عليه في بدايه الحوار، الانسانيه، اشتغل على الانسانيه من جوه ومن بره في اعمالك ايا كان نوع العمل اللي بتقدمه. فنان احمد شاكر عبد اللطيف، يعني احنا كان لينا الحظ الجميل انك تكون معانا النهارده وناخد المكالمه الحلوه من الفنان محسن محي الدين برضو بسبب وجودك معانا، ومنتظرين ان شاء الله ملف سري في رمضان القادم على شاشه سي بي سي. كل التوفيق وكل النجاح. ميرسي ليكوا، وبوعدكم ان شاء الله بفيلم جديد بعد رمضان مباشره. الله. هنبدا فيه مفاجاه باذن ده الله. ده كده اكسكلوسيف للستات ما يعرفوش يكذبوا، فيلم جديد بعد رمضان ان شاء الله حصريا. دايما عند حسن ظن الناس باذن الله. مشاهدينا الكرام طبعا بنشكركم على حسن المتابعه، وبنشكر نجمنا احمد شاكر عبد اللطيف، ولكن لسه فقراتنا ما خلصتش بقى. بمبنايه الختام معانا النهارده بعد الفاصل الفنانه والبلوجر وايه تاني وبنت الوز عوام والجميله جميله القلب والقالب اسماء شريف منير.